رشح المخرج خالد مهران والمنتج هاني ويليام النجم كريم عبد العزيز للقيام ببطولة الفيلم السينمائي الجديد الشريحة، وقال مخرج الفيلم إنه ينتظر بشدة بدء تصوير أولى تجاربه الروائية الطويلة، وإنه في انتظار رد كريم عبد العزيز الذي تم إرسال السيناريو له، لكنه لم يبدي حتى الآن رأيه النهائي حول قيامه ببطولة الفيلم من عدمه. وتدور أحداث الفيلم حول الصراع الإسرائيلي العربي وما يشمله من صراعات وحروب نفسية بين الدول، وسيتم التطرق إلى اتفاقية كامب ديفيد وتسليط الضوء على قدرة المخابرات المصرية في تفادي العمليات التخريبية من جهة إسرائيل. ليه مش عايزين تعرفوا حجمكم الحقيقي؟ تعرف ان انا لو مكانك ما اتمناش امنية زي دي، عشان لو احنا عرفنا حجمنا الحقيقي فعلا هتحسوا قد ايه ان انتوا صغيرين ودافئين. كمان كنت بتعمل ايه هنا يا مصطفى؟ لا دي ارضك ولا دي بلدك. تصدق ان انا كنت لسه هقول لك نفس الكلام، لا دي ارضك ولا دي بلدك. كلامي هو اللي حقيقة يا مصطفى، امر واقع. الأمر الواقع إن كل مواطن في إسرائيل عسكري في الجيش. وبعدين عمالين تبنوا بوابات ومعابر وجدار عازل عشان يحميكم. كل ده ليه؟ لأنكم عاملين زي الحرامي اللي سرق ومضطر كل يوم يواجه ضحيته. خايفين يعني.